أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 80 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تستمر عمليات انتشال آخرين من تحت الأنقاض. وتواصل إسرائيل غاراتها على غزة لليوم 11 على التوالي، وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2837 ونحو 12,000 جريح. ينضم إلينا من خان يونس في غزة الصحفي الفلسطيني غازي العلول. غازي، أطلعنا على الأوضاع المأساوية بعد هذا القصف الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين. نعم فضيلة، خلال الساعة الماضية وصلت أعداد جديدة من الإصابات جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت منازل المدنيين في كل من خان يونس ورفح. الاستهدافات كانت لعائلات حجازي وكذلك عوكل وأيضا عائلة الشاعر. غالبية القتلى والضحايا من هذه العائلات التي وصلت بأعداد كبيرة إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا يمكن الحديث على أن الأوضاع الإنسانية باتت صعبة للغاية في القطاع. المستشفى الصداقة الخاص بمرضى السرطان يقول إن أجزاء منه تعطلت ووقفت عن العمل جراء نفاذ الوقود في مولداتها الخاصة والخاصة بتشغيل المستشفى، وأن أمامها فقط 48 ساعة لتوقفها بشكل كامل وخروج هذه المستشفى عن العمل بشكل تام. هذا الحال ينطبق على مستشفيات أخرى في قطاع غزة التي حذرت طوال الأيام الماضية من أن نفاذ الوقود وعدم إدخال الكميات أخرى من الوقود ومواد إغاثية ومستلزمات طبية قد توقف تماما المستشفيات عن العمل وتخرجها خارج الخدمة. على غرار ذلك أيضا هناك استهدافات وتحذيرات من استهداف لبعض المستشفيات. المستشفى الكويتي هو الآخر، هدد وحذر من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي بإخلائه وإجلاء المصابين فيه وإخراجهم من المستشفى تمهيدا لقصف المنطقة المحيطة به. لكن على الرغم من ذلك تواصل الكوادر الطبية عملها وترفض رفضا تاما الخروج من هذا المستشفى ومستشفيات أخرى. أيضا جدير بالذكر بأن حالة النزوح لا زالت مستمرة. تقول الأونروا إن نحو 1,000,000 مواطن غزي نزحوا من شمال القطاع ومن مدينة غزة والمناطق الشرقية إلى مراكز الإيواء خلال فترة هذه الحرب. أيضا يقول مسؤولون فلسطينيون إن الأضرار وحجم الخسائر خلال هذه الحرب يعادل مجموع ما خسره القطاع وما تضرر خلال الفترة خلال الحروب الماضية على قطاع غزة، وهذا ما يدلل على بأن هذه الحرب الضارية والمعارك الضارية الجارية في قطاع غزة تدلل على حجم هذه الحرب وحجم الخسائر التي ترتفع يوما بعد يوم، ونحن في اليوم 11 من هذه الحرب فضيلة. طيب غازي، المكان الذي تتواجد فيه من الواضح بأنه مأهول بالسكان، حركة طبيعية نراها في الخلفية، هل هذا يعني بأن هناك جزءا من سكان قطاع غزة يرفضون ترك منازلهم والأحياء التي يعيشون فيها؟ على العكس فضيلة، العائلات الموجودة أو ما ترينه في الصورة من أعداد من المواطنين هم من عائلات نزحت إلى مستشفيات القطاع ومن ضمنها مجمع ناصر الطبي الذي يعتبر أحد أكبر المستشفيات في جنوب قطاع غزة. هم لم يجدوا أي مأوى آخر يذهبون إليه. بعض هذه العائلات افترشت لأيام الطرقات في الشارع ولكنها توجهت إلى المستشفى مؤخرا لتقطن فيه، وصنعت خياما في مشهد يذكرنا بسنوات ما يعرف بالنكبة الفلسطينية وهم يتواجدون فيها منذ أيام. هناك عائلات منذ 7 أيام تتواجد في هذا المستشفى، والمحزن في الأمر بأنهم لا يستطيعون توفير أي مقومات حياة من مياه وكهرباء وغير ذلك.
سيما وأنهم تركوا منازلهم خالية وخرجوا منها مرغمين نتيجة القصف المستمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية. فضيلة، شكرا غازي العلول، الصحفي الفلسطيني من خان يونس في غزة.